إخواني وأخواتي الممثلين، حتى حنا ممثلين. إخواني وأخواتي المبدعين والفنانين والممثلين كلهم باسمه وصفته، أولا نحن سعداء بهذا اللقاء، ونحن أسعد بحضوركم. أنا عندي 5 رسائل بسيطة. الرسالة الأولى هو الاعتذار، نعتذر لكم جميعا على في بعض الأحيان كيكون واحد القلة ديال الاهتمام بهذا القطاع في المؤسسة ديالنا. ملي كنشوفوا شحال ديال التشريع اللي داز خاص بهذه الفئة، أو كنشوفوا الرقابة اللي خاصة بهذه الفئة، صحيح حنا ما عاطينكمش حقكم اللي كتستحقوه، ولذلك أنا أعتذر على ذلك وسنعمل على تداركه. وإن كان واحد العدد من الإخوة اللي حاضرين معنا كنا اشتغلنا على قانون الفنان الذي قدم كمقترح قانون، وحل واحد العدد من الجوانب اللي كانت نواقص في عمل الفناني. لكن مع ذلك أنا كنقول اليوم بأن ما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، نعلم جيدا واحد الجانب ولكن قليل في كنتكلموا عليه، هو الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي أنا نكون واضح، باستثناء الرعاية ديال جلالة الملك، هذا الجانب فيما يتعلق بالفنانين والمبدعين والممثلين والمؤلفين كان فيه نقص كبير ولا زال. ونتمنى من خلال هذا القانون اللي كيتكلم على إحداث صندوق اللي غادي يهتم بالجانب الاجتماعي، من خلال هذا الصندوق كنتمنى أن نتدارك هذا النقص، وهذا نقص فادح، لأنه عموم الممثلين والمبدعين والفنانين وكل بصفته ولقبه كيعاني، لأنه مني كيعطي خلال فترة الشباب ديالو وخلال فترات من حياته، ولكن في الأخير نتألم جميعا. كنشوفوا بعض الممثلين كنشوفهم هما مدوزين في هذا الموقع، هما مدوزين في هذا الموقع، ها هو بعض الأصدقاء اللي كيزوروا، بعض الأصدقاء اللي كيجمعوا له باش يتعالج، هذا كيخصو يوقف. ونعتقد بأنه مع هذا القانون 25/19 يجب أن يتوقف هذا الجانب ديال المعاناة ديال الفنانين والمبدعين والممثلين مع الجانب الاجتماعي والصحي. النقطة الثالثة وهو أنه الإبداع في المغرب، الثقافة في المغرب. حنايا على كل حال حنا نتاج ديالكم، حنا نتاج ديال مدرستكم، حنا نتاج ديال الأفكار ديالكم، ديال الإبداع ديالكم. عدد من الأمور كناخذوها منكم لحد الساعة، ولكن أنا كنقول بأنه ما الذي يهدد الفنانين ولا زال يهدد هو القرصنة. هو القرصنة. إلى أي حد اليوم سنضع حلا لهذه القرصنة؟ لأنه الآن هذه المكاتب، حنا كنتكلموا على المكتب المغربي، بالمناسبة هذه الحقوق تقريبا كانت تأسست في العهد الاستثناء بمرسوم 65، واليوم غتكون بقانون. هذا تطور كبير جدا، ولكن خلينا نقول بأنه عدد من الإبداعات يتم قرصنتها ولا يستفيد منها مستحقوها للأسف الشديد. وخا كانت ممارسة، على كل حال كانت واحد اللجنة واليوم غتولي هيئة، ولكن القرصنة تهدد الإبداع والفن المغربي. واليوم هذه المكاتب الدولية اللي سواء الفرنسية ولا المصرية ولا الإماراتية ولا غيرها، واللي كتشد المنتوج ديالنا المغربي وكتلزم على الفنانين ديالنا واحد النسبة، هذيك النسبة باش كيستحقوها هما؟ بأي حق؟ حيث كيعرف بعض القنوات الدولية وكيعرف كيفاش يروجها في الإعلام ولا في المواقع الاجتماعية. ولذلك اليوم بهذه الهيئة يجب أن نضع حدا لهذه القرصنة. النقطة الأخيرة واللي بغيتها هي كذلك أن أتقاسمها معكم، وهو أننا صحيح السيد الرئيس حضر معنا وغدا غادي نخدموا أهم الخلاصات ديال هذا اللقاء غنديروا في تعديلات، ولكن بغيناكم كذلك. حنا أنا اعتذرت في الأول على
ربما قلة الاهتمام، ولكن بغيناكم نتوما ما تنساوناش، ما تنساوش البرلمان، ماشي فقط بالنقد ديالكم وبال يعني بالتوجيه ديالكم، ولكن انكم تدقوا علينا الباب كلما كان هناك مشكل، كل ما كان هناك مشكل خصكم تجيو، لانه حنايا كنمثلوكم اولا واخيرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.